بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. معاكم احمد مختار في فيديو جديد في مختار بلوجز. النهارده هتكلم عن 3 حاجات: تيستر وورك وتيستر سون واونلاين تيستنج ماراثون. المفروض ان انا وصل لي ايميل من كام يوم كده ان انا اكسبتد في ان اشارك في الاونلاين تيستنج ماراثون، بس خلينا ناخد الموضوع بالترتيب. اول حاجه، موقع تيستر وورك ده عباره عن موقع للفريلانسرز اللي شغالين في مجال التيستنج. في حوالي اكتر من 40,000 واحد شغال في مجال التيستنج موجود عليه. بيتعمل تيستنج مع شركات زي فيسبوك، مايكروسوفت، جوجل، سبوتيفاي ومجموعة شركات تانية. هم عاملين زي بارتنرشيب معاهم، او بيجي لهم ابليكيشنز تبع او برودكتس تبع الشركات دي عشان يعملوا عليها تيستنج. اللي بيحصل انك انت بتسجل على الموقع ده لو انت عايز تشتغل فريلانسر معاهم. بعد ما بتسجل بيجي لك ابليكيشن او مجموعة اسئلة، بتحل الاسئلة دي. هو الامتحان بيبقى سهل، حاجة بسيطة يعني، لو حد عارف بيزكس هيبقى الموضوع سهل خالص بالنسبة له. بعد ما بيعملوا ابروف ليك انك حليت الامتحان ده بشكل صحيح، بيتبعت لك ان ويلكم ميل. وبعد كده بيقول لك اضيف الديفايسز اللي انت تقدر تعمل بيها تيستنج. هتبقى معاك مثلا موبايل ديفايسز، تابلتس، تمام. كل ما كان عندك ديفايسز اكتر وتقدر تضيفها، ده هيدي لك بريوريتي ان هو يدي لك يبعت لك بروجكتس اكتر. وطبعا برضه هو ليه علاقه ان يجيلك بروجكتس دي بالاريا، يعني هو في شركات بتبقى مثلا عايزه ناس في الميدل ايست، فهم باعتين مثلا فيسبوك بيبقى عايز يشوف اللوكال انسايتس دي، هنقولها برضه في الجزئيه الجايه، تمام. فهم يعني هو مش متعلق بس بالديفايسز اللي معاك، ممكن يكون عندك ديفايسز بس مفيش بروجكتس في الاريا اللي موجوده دلوقتي، تمام. بيجي لك بروجكت. لما بيجي لك بروجكت بيد، بعد طبعا ما انت ابروفد خلاص على الويب سايت، تمام. كل بروجكت بيجي بيتبعت لك فورم برضه عن طريق الايميل. الفورم ده بتملاها بالبيانات بتاعتك، لازم تكون من اوائل الناس اللي بتسجل، يعني اول ما يجي لك الايميل تسجل على طول. ولو انت اكسبتد في الناس اللي سيلكت، طبعا بيبقى فيه سيلكشن كريتيريا هم بيكون حاطينها، مثلا الناس اللي وليكن لو في بيمنت مثلا بكريدت كارد، فانت قلت اه انا اقدر ادفع بكريدت كارد مثلا، وهكذا. فبتقدم بيتبعت لك ابروفال انك خلاص سيلكتد في البروجكت ده. بعد ما تبقى سيلكتد لازم ترد انك انت افيلابل انك انت هتشتغل في البروجكت ده، تمام. لو ما ردتش في خلال وقت معين هم بيقدروا يبداوا يكنسلوا الانفيتيشن دي وبيبعتوا لحد تاني في الويتنج ليست مثلا. ده موقع تيستر وورك. تيستر وورك عامل بارتنر شيب مع شركات مختلفه، تمام. البارتنر شيب دي بيقوموا ايفنتس، منها ايفنت اسمه تيستاسون وايفنت اسمه اونلاين تيستنج ماراثون. التيستاسون هو عباره عن ايفنت بيتعمل في اماكن كتيره حوالين العالم، منها مصر. مصر اتعمل فيها مرتين، انا شاركت في اخر مره كانت في شهر 2 2020، وكان في مره قبل كده اتعمل في مصر برضو في اخر 2017. الهدف من التيستاسون ان هم يقدروا يشوفوا اللوكال انسايتس واللوكال اكسبيرينس بتاعه اهل المنطقه دي. يعني هم مش بيدوروا على ان الفانكشناليتي شغاله ولا مش شغاله، يعني اكتر من ان لا انا عايز اعرف مثلا الترانسليشنز بتاعه الابلكيشن في اماكن مختلفه هل هي مظبوطه ولا لا، تمام. طبعا لو انت قدرت تجيب فانكشن ايشو في خلال التيست سون فدي حاجه كويسه طبعا، مش هتبقى بالعكس، دي هتبقى بوينت ليك في التيست سون. طبعا هم بيعلنوا عنه، بيقولوا ان هم بابليك ايفنت وبيبقى فيه فورم برضو بتسجل عليه، بس الفورم بيبقى طويل شويه، تمام. بتسجل، بعد ما بتسجل بيتم اختيار مجموعه ناس. المره اللي فاتت كان التيست سون عباره عن يومين، اختاروا 50 في اول يوم و50 في ثاني يوم. لما بتوصل المكان بيتم بيقول لك ان احنا هنعمل تيستنج لسكوبس معينه. السكوب ده انت بتسجل اسمك في تيم معين، تمام. مثلا التيم اللي هيشتغل في اكس، تمام. فهم بيختاروا مثلا 6 بيشتغلوا في التيم ده في اول سيشن، وفي سيشن تانية برضو بيحصل تغيير في التيمز وفي السكوب اللي انت شغال عليه، تمام. ديورنج بقى اللي بيدي لك شويه انستراكشنز بتشتغل عليها، بتطلع بجز بتعملها ريبورت. في وقت ما انت بتعمل ريبورت والسيشن شغاله في التستسون في الايفنت، بيبقى فيه تيمز. مثلا لو احنا قلنا ان البارتنر فيسبوك، هو كان بارتنر في المرتين اللي فاتوا، تمام. بيبقى فيه تيم من فيسبوك مستني الباجز اللي انت بترفعها عشان يفاليديت عليها. بعد ما يفاليديت عليها والله لقاها ان هي فاليد باج، فبيبداوا يحلوها على طول،
تمام. لو هي مش فاليد باج تمام بيبدأ يرد عليك مثلا ان لا دي نون ايشو مثلا، لا دي حاجه مش صحيحه مثلا احنا عارفينها قبل كده تمام. فبيبدأ يقول لك الفيدباك بتاعه، وبعد كده بيبدأوا يقيموا الباجز اللي اترفعت وبيدوا جوائز. وانا كنت كسبت في اليوم ده جائزتين، موست توكتيف برايز والموست اكتيف اون سوشيال ميديا. وفي فيديو هتلاقوه ظهر دلوقتي او في الديسكريبشن وانا باخد اول جائزه. ده كده التستاسون تمام. الهدف من التستاسون اللي بيتعمل زي ما قلت لكم ان هم عايزين يشوفوا اللوكال انسايتس، يعني اهل مصر مثلا تمام بيفكروا ازاي في الابليكيشن عشان يقدروا يطوروا بحيث ان يبقى فيه يوزر اكسبيرينس بشكل اكبر تمام. في برضو بوينت عايز اكدها او اقولها تمام. فيسبوك مثلا، فيسبوك ما عندوش ديديكيتد تيستنج تيم، ودي يمكن معلومه كانت صادمه لينا لما عرفناها في التست اسمنت اللي فات. الهدف هو ما عندوش فريق كده زي الشركات السوفت وير مثلا بيبقى فيه ديبارتمنت اسمه كواليتي فهم بيعملوا تيستنج بس، لا هم عندهم مثلا سوفت وير انجينير هو بيعمل كل البروسيس بيديفلوب وبيتست، او بيقدروا يميكسوا بين السوفت وير انجينيرز تيمز بيعملوا تيستنج على بعض. المهم في النهايه هو ما فيش ديبارتمنت ديديكيتد للتستنج، فبالتالي هو مثلا بيعتمد على موقع زي تيستر وورك ان هو بيبعت له فيتشرز جديده بيعملها علشان يقدر يعمل تيستنج ويطلع باجز وهم يفكسوها وهكذا. بعد ما التستسون بيخلص، الباجز اللي اترفعت دي كلها مين هيفاليد عليها؟ الناس اللي شغاله الفري لانسرز اللي موجودين على تيستر وورك ماشي، بيبعتوا لهم بروجكت بيقول لك انت سجل بقى في البروجكت ده عشان تعمل ريتست الباجز اللي طلعت during الايفنت بتاع التستسون تمام. اللي موجود دلوقتي او في طبعا مشكله كوفيد 19 بلس ان كمان في ايفنت هم بيعملوه ده كده اول ايفنت اتكلمنا عنه التستسون. في ايفنت تاني اسمه اونلاين تيستنج ماراثون. الاونلاين تيستنج ماراثون بقى مختلف شويه ان هو بيتارجت اريا اكبر تمام. التيم بيبقى فيه ناس اكتر طبعا، برضه تيستر وورك هم اللي بيعملوه ماشي. واتعمل مرتين، انا اكسبت الحمد لله في تاني مره. يعني انا ما قدمتش في اول مره لان ما كنتش لسه مشترك في تيستر وورك. الانفيتيشن المره دي اتبعتت للناس اللي شغاله في تيستر وورك بس، يعني ما كانش بابليك زي تيستسون. تيستسون كانوا هم قايلين احنا عايزين بارتنرز من الناس اللي موجوده مثلا في مصر تمام عشان يعرفوا الناس ان في ايفنت ويحضروا وهكذا. لكن في اونلاين تيستنج مارسون ده ما اتبعتش ان بابليك، هو اتبعت للناس الريجسترد كفريلانسرز على تيستر وورك تمام ان هم يسجلوا في الايفنت ده. هيتعمل في شهر 8 الشهر ده الاسبوع الجاي على 3 ايام، وهيبقى فيه كله عباره عن اونلاين تمام. في طبعا هيتحدد سكوب برضه وهيحصل تيستنج، وبرضه هم بيفوكس على اللوكال انسايتس. بس المختلف ان هو مثلا التيم الواحد هيبقى فيه ناس كتيره من دول كتيره، يعني هو مش مصر بس، لا في دول كتيره هتبقى مشاركه تمام. وهيبقى فيه زي تيست جايد بيبقى موجود هيقول لك الحاجات اللي بتشتغل عليها ديورنج الايفنت ده. طبعا دي فرصه كويسه انك انت تحتك بثقافات مختلفه من اماكن مختلفه علشان تبقى ابديتد بالايفنتس دي لازم تكون موجود على تيستر وورك، ده رقم واحد تمام. في بعض التشانلز زي اس دبليو كيو جوبس ايجي بوت احنا بننزل الايفنت ده بس، يعني مثلا في الاونلاين تيستنج مارسون هو ما كانش فاليد ان احنا نشير ان بابليك ان في ايفنت، لانه زي ما قلت لكم هو للناس اللي تيستر وركرز بس. انا شخصيا نزلته على تشانل او على الواتساب او وعلى تويتر تمام. لكن في المجمل علشان تبقى يوصلك الانفيتيشنز دي لازم يكون عندك اكونت على تيستر وركرز. انا هسيب لكم الويب سايت في الديسكريبشن بلس. لازم تكون ابديت طبعا مع الشانلز اللي بتبقى مهتمه بالتستنج زي الاس دبليو جوبس اي جي بوت. لو في حاجه ان بابليك بتتعمل لها شيرنج على طول طبعا. بالمناسبه التيشيرت ده انا كسبته في الـ او اخدته يعني في الايفنت بتاع تيستاسون في السنه دي. شكرا ليكم، لو في اي استفسارات في الجزئيه دي ممكن تضيفوها ككومنتس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.